المجد لله. إنه سيسلم إلى الوثنيين فيسخرون منه ويشتمونه ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. نلتقي اليوم بزمن القيامة وصعود الرب، نلتقي بشهر العذراء وبعيد القديسة ريتا شفيعة الأمور المستحيلة، نلتقي بنهار الجمعة و22 الشهر مواعيد الصلاة والقداس والمسيرة بمرشربل، نلتقي من جهة تانية وسط الوجع يلي عم يعيشه العالم بسبب فيروس الكورونا والأوجاع المتعددة يلي عم يعاني منها شعبنا بلبنان. بثقة وإيمان أبناء القيامة نتوجه إلك يا رب ومنقلك رحمنا وخلصنا بشفاعة أمك مريم والقديسة ريتا ومار شربة. بيحتفل بالذبيحة الإلهية الخوري أنطوان بشعلانة ومنشكره على استقباله إلنا برعيته بكنيسة مار شربة الكفر ياسين. قديس مبارك للجميع. في عد من دار الخلود في مثوى النور الموعود طاب الذكر للعذراء والقديسين الآباء والرسل والأنبياء والشهداء أحباب المعبود. معهم إجمع من راحوا بعد ما اقتاتوا جسمك ونالوا دمك ملء الرجاء ارتاحوا. رب اجعلهم شادين مسهوين في جوق الصديقين. الأسبوع الثالث نلتقي من كفر ياسين وأدمع بكنيسة مار شربل، وإن شاء الله يا رب هيك بوقت كتير قريب نصير نلتقي بعناية وين ما كان تنكون عم نمجد ربنا وينعاد على الجميع سلف خميس الصعود اللي قطع عيد القديسة ريتا وكل الأعياد، وإن شاء الله بشفاعة القديسين نرجع نلتقي وجها لوجه تنمجد ربنا. رح نتبع بخدمة الثلاثة الخاصة بإكرام الأبرار والصديقين والقديسين من الأسبوع الأول بزمن العنصرة الخاصة بمناسبة عيد القديسة ريتا على الصفحة 456. 456. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح أن نكرم بالفرح والابتهاج أبرارك وقديسيك الذين نهجوا نهجك واتخذوا إنجيلك شريعة وتعليمك عقيدة وكنيستك مرجعاً ومحبتك غاية. هبنا بشفاعتهم لا سيما بشفاعة القديسة ريتا شفيعة الأمور المستعصية أن نسلك طريقهم فنبلغ ملكوتك، حيث نسبحك ونسجد لك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض سلام والرجاء الصالح لبني البشر.
البشر. افتح اللهم شفتي حتى يميل فؤادي إليك. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام والرجاء عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى مقدس القديسين ومبرر الأبرار الذي منه كل بر وقداس، وبه يقبض الضعفاء ويطهر الخطأ الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. نمجدك أيها الرب يسوع إلهنا في تذكار أبرارك وقديسيك، لا سيما القديسة ريتا، لأنك جعلتهم منائر في البيعة وقدوة للمؤمنين وشهودا في العالم. إنهم كالأعمدة الراسخة ثبتوا البيعة على الإيمان المستقيم، وكالينابيع الصافية رووا هذا الكون من ماء الحياة وفرحوا قلوب المؤمنين. والآن نسألك أيها المسيح إلهنا على عطر هذا البخور أن تمنحنا بشفاعتهم نعمة القداسة، وتمن على الخطأة بالغفران، وعلى المرضى بالشفاء، وعلى المحزونين بالعزاء، وعلى المتضايقين بالفرج، وعلى الموتى المؤمنين بالراحة الأبدية. فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. يسوع كريم في عينيك موت أبرارك، طوبى لهم ولقديسيك لأنهم حفظوا لك أجسادهم وأرواحهم نقية.
فكانوا البخورة الذكية أمامك يفوح ذكرهم كالطيب في بيعتك المقدسة مثالاً حياً لجميع المؤمنين. إمنحنا يا رب معهم نصيباً في ملكوتك، فنمجدك ونشكرك إلى الأبد. آمين. قد شات له، قد شات حيلتن، قد شات دمويوتو شيحوتكم من بيت ميت اترى شات له، قد شات حيلتن، قد شات دمويوتو شيحوتكم من بيت ميت اترحم علي. قد شات له، قد شات حيلتن، قد شات دمويوتو شيحوتكم من بيت ميت اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كلمتك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. آمين. في ذكرى القديسين تزهو بيعة الله، أجوى كل المؤمنين تشدو ملء الأفواه. التيجان الرفيعة كل مجد الأرضين، دون أفراح البيعة في تذكار القديسين. ربي يا من تقبل تدمن خدمة الأبرار، يا حنون تقبل الأبرار. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. وبارك يا سيد. المجد للسيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى أبناء هذه الرعية وهذه العائلة وبناتها، حاضرين مع غائبين إلى الأبد. يا إخوتي، أنا الآن ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين، فإن المؤمنين في مقدونيا وأخائيا أحبوا أن يشاركوا في إعانة الفقراء القديسين الذين في أورشليم، أحبوا ذلك وهو دين عليهم، لأنه إذا كان الأمم قد شاركوهم في خيراتهم الروحية، فعلى الأمم أيضاً أن يخدموهم في الخيرات المادية. فإذا أنهيت هذا الأمر في أورشليم وسلمت شخصياً تلك الإعانات إلى القديسين، سأمر بكم ذاهباً إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا أتيتكم سآتيكم بملء بركة المسيح. وأناشدكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في صلواتكم إلى الله من أجلي، لكي أنجو في اليهودية من الكافرين، وتكون خدمتي في أورشليم مقبولة لدى القديسين. فآتي إليكم مسروراً إن شاء الله، وأستريح معكم، وإله السلام يكون معكم أجمعين. أمين. والتسبيح لله دائماً.
السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير: أخذ يسوع الاثني عشر وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسيتم كل ما هو مكتوب في الأنبياء عن ابن الإنسان، فإنه سيسلم إلى الوثنيين فيسخرون منه ويشتمونه ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. ولكنهم لم يفهموا شيئاً من ذلك، بل كان هذا الكلام خفياً عنهم، وما كانوا يدركون ما يقال لهم. حقاً والأمان لجميعكم. بسم الآب والابن والروح القدس، آمين. بهالأسبوع المبارك اللي بعدنا عم نحتفل فيه بزمن القيامة، ومع هالشهر المبارك، مع شهر ابن مريم وإكرامة وخميس الصعود وعيد القديسة ريتا، جبلي حلوة من النعم والأفكار اللي هيك بتضوي بحياتنا تدلنا على الطريق. وبجرب اختصرها بفكرتين صغار يكونوا حاملين ان شاء الله زواد كبيره. ما اجمل تعرف تنزل تتطلع، وما اجمل تتجرأ تموت تتعيش. وهذا المشوار اللي عمله يسوع، كان عنده كل الحب كل التواضع أن يتنازل عن عرش سمائه ويلبس الإنسان وينزرع حبة قمح جديدة في أرض الإنسان وفي إنسانية الإنسان. وكان عنده من الحب والجرأة الكاملة أنه يموت كإنسان تيرجع يعيش كإله
ويحمل هذا الإنسان الميت ويشاركه بالوهيته، ومثل ما هو نزل لعنده يحمله بقلبه وبروحه وبجسمه بكل شيء فيه ويرجع يرتفع فيه تيحمله من جديد كابن الله ويعطيه ملء الحياة. شو حلو مشوار النزلة وقت اللي بيكون بإرادتك تتلتقي بالإنسان، مش تتروح لضعفه وتعيش معه، تتروح لضعفه وتحمل ضعفه وترفعه لمستوى القداسة وتحمله لنعمة الحياة وتعطيه بالقيامة مجد القداسة. شو حلو، هذا هو المشوار اللي مشى يسوع، وهذا هو المشوار اللي مشوا القديسين، وريتا مشيت هذا المشوار، عرفت بكثير من الطاعة بكثير من التواضع، تتخلى عن مشروعها بالحياة الرهبانية، تطيع إرادة أهلها وتتزوج ولو مش عزوقها، وماتت عن إرادتها تتعيش إرادة أهلها بالنسبة لها كانت إرادة الله. اقترنت بإنسان أخلاقه ما بتسوى، سيرة حياته مش منيحة، شرير مجرم مثل كتار من قبيلته بهداك الوقت، على الرغم ذلك ماتت عن ذاتها عن رغباتها عن حاجاتها عن العاطفة اللي هي بحاجة لها، وسكبت بحب كل العاطفة وكل العناية وكل الصلاة وكل الإيمان تنزلت لأرض خطيته وحولته. شو حلو، ورفعته من إنسان بش منيح لإنسان بحب الله. أكثر من هيك، حتى وقت اللي ولادها اللي ظهرين من أحشائها من قلبها، وما في أعز من الأم، ما في أعز على قلب الأم من ولادها، شو عملت؟ قلت له خدهم ويكونوا معك ولا يكونوا معي ومش إلك ولا إلي، اف ما بدي إياهم مجرمين، خدهم لعندك. شو حلو أنك تموت عن أعز شيء فيك، هو فيك، هو ذاتك، تكون بكليتك عم ترتفع وتصعد مع الله للسماء. ويمكن لابد ما أنه نحن بهالأيام تكون دعوة صريحة لإلنا تنشوف قديش بدنا نتحلى بالتواضع وبجرأة الموت عن كثير من الأمور، عن كثير من الرفاهيات، عن كثير من الكماليات اللي كنا معلقين فيها مأسورين فيها، لا بل هي مستعدتنا تنعيش الحرية، حرية الناس اللي بيموتوا مع الله تعيشوا معه ويكونوا قديسين، حتى لو بدهم يموتوا عن ذاتهم، لأنه ما فيك تعيش بالقداسة وانت مكمش بذاتك لذاتك، بدها تكون ذاتك لربنا وللآخرين. مش هيك بيقول بي عائلتنا مرشربل، حياتك ما بتبلغ ملء قيمتها إلا وقت بتكون ملك الكل، وتتكون ملك الكل بدها تكون ملك الله أول شيء. شو حلو، فمشان هيك منغمض عينينا اليوم مع مريم هذه الخادمة الأولى للعهد الجديد اللي قلت له للرب أنا أمة الرب حقق مشروعك، لريتا اللي عرفت تقبل بكل ظروف حياتها حتى النهاية من الحياة البيتية إلى الحياة الزوجية والعائلية إلى الحياة الدائرية، طاعة حب متفانية باذلة ذاتها تتكون عم تتمم مشروع الله اللي ما تأخر وأعلن قداستها ورفعها على مستوى الكنائس والمذابح الديسي للعالم كله. ومنقول له يا رب بشفاعتهم هذه الأم السماوية وهذه الأم اللي عرفت تتشبه بالأم السماوية ريتا، اعطينا نحن كمان نعيش الأمومة اللي بتعطي ذاتها تتندفن بأرض الحب تتفرخ قداسة. آمين. نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر خلاصنا، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات،
الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى إيت الوط مدبحيد الوهو الوطلوهو دم حادي طليوت وينو بسوغو بطيبو توخعو للبيتوخ وسغود بهايك لوت قوت شو نحتوخ مريو دمارين وبزاديكو تخقى لفايد صلى وعلى إيمة المراد ألوهن قبل كربونه نترحم عليه قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك من قرابين، حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، خاصة التبوية والدة الله مريم، ومار يوسف ومار مارون ومار يوحنا مارون ومار جرجس ومار شربل والقديسة ريتا. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، ونية رعيتنا كفر ياسين وأدمى وعائلتنا عائلة مرشربل يا رب، لتزرعنا في حقل كرم كنيستك ثمارا مباركة وقمحا مقدسا يعطي ثمار السماء والمجد. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. الشمس والقمر وحولك الكواكب تدور 12، يا ملتحفة بالشمس والقمر وحولك الكواكب تدور 12، مليكة العروش مليكتنا تضرعي لأجلنا، جميلة أنت يا مريم العذراء، بهية كنت مثكان البهاء في كل زمان وكل
مكان يا أرثة لبنان تضرعي لأجلنا. نتابع قديسنا وصلاتنا على الصفحة 798 798 نافور مر يوحنا الرسول. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الإله الآب، الحب الحقيقي والأمان الذي لا يغلب والرجاء الذي لا يخيب، امنح أبناءك القائمين أمامك حباً وعذوبةً وسلاماً دائماً، وهلنا أن نعطي بعضنا بعضاً السلام بقلب نقي ومحبة إلهية بقبلة مقدسة تليق باسمك القدوس، فنرفع إليك المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا خدام روح القدوس. باسم الحب الساكن في قلبك أخي أباركك. باسم الحب الساكن في قلبك أختي أباركك. نسجد أمامك وننحني يا مسكين الثالوث الأقدس. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا. أمام عظمتك يا رب ننحني، فأرسل إلينا من أعالي مقادسك نعمة وبركة مجيدة، فنمجدك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا من أرسلت في ملء الزمان ابنك الحبيب لخلاصنا، فسلمنا هذه الأسرار المقدسة المحية، لا تجعلنا غرباء عن هذه الخدمة، ولا ترد وجهك عنا لكثرة خطايانا، فإنك وحدك القدوس مع ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لا حق وواجب. بك
بك يليق التسبيح يا رب السماويين والأرضيين، وإياك يمدح العلويون والسماوات التي فيها يقيمون، ولك يهلل الناريون، وإياك يبارك الكروبيم ويقدس الصارفيم هاتفين وقائلين. اللهم الآب، مع ابنك الوحيد وروحك القدوس، طبع واحد غير منقسم، وهو قدوس يقدس الكل بقوته الإلهية. يا من أرسلت ابنك لخلاصنا فنزل وتجسد وتألم وصلب من أجل صورته التي تشوهت. وبيومها وضق ضمحة شودي لمعبد حي ساب اللحم بيداو قديش طول وبارخ وقادر وقصو يا بالتلميداو كادوا مار ساب خول مني كل خول هونو دنيتاو فغرو أحلف يكون وأحلف زكية ما تقصي وما تيه حوصو يتحوب والحاية دلعو لم نعل زجوه من حمره من مايو بارخ وقادس ويا بالتلميذة وكادو مار سابشتاو مني كل خوف دنيتاو موديل دياتي فحداتو دحلو فيكون وحلو فساكية ما تشهد وما تيهي
حصوية حوبي والحاية دلعوا لمع اصنعوا ذكري، فحين تأكلون هذا الجسد وتشربون هذا الدم بموتي تبشرون حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني، ونطلب منك الرحمة والحنان، ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فيما نذكر تدبيرك الخلاصي أيها المسيح إلهنا، نبتهل إلى جودك حين تأتي في المجد مع ملائكتك القديسين، وينتظر كل إنسان الجزاء الذي يستحق، وتقيم الخرافة عن اليمين والجداء عن اليسار. لا نكن يا رب غرباء عن بيتك، ولا تشح بوجهك عنا، ولا تخطر زلاتنا وخطايانا على قلبك القدوس، ولا تطرحنا من أمامك نحن الذين عرفنا اسمك القدوس وجهرنا بالشهادة لألوهيتك، بل عاملنا بحسب وعودك، واغفر ذنوبنا وسامحنا وارحم ميراثك، فها إن بيعتك التائبة تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك، وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك وبناتك الخطأ، فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب، فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس، ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين. أيها الرب الرحيم الآب، ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين الروح الحية والقدوس والمحيي وواهب القداسة والناطق في النبوءات ومكلل الرسل القديسين والشهداء، وليحل على هذه الأسرار و يقدسها. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريه ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. فينال المشتركون في هذه الأسرار قداسة النفوس والأجساد ونقاوة القلوب، طهارة الأفكار، عربونا للملكوت السماوي والحياة الجديدة إلى الأبد. آمين. نذكر يا رب في وقت الذبيحة هذا كل الكنائس المقدسة ورعاتها المستقيمين الرأي، لا سيما مار فرانسيس بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الانطاكي، ومار أنطوان نبي المطراننا،
وسائر الأساقفة، ونذكر معهم الكهنة والشمامسة والرهبان والرهبات وسائر خدام بيتك، نسألك يا رب. يا رب استجب، استجب لنا. يا إله الرحمة، منصلي لك الليلة بقلب واحد بهالزمن الصعب على كنيستنا ووطننا والإنسانية كلها. العالم يا رب عم بيحكموه أشخاص ما فهموا حبك ولا عرفوك، ملوا العالم فساد وعنف، شوهوا بأعمالهم جمال خليقتك وجمال الحياة اللي منحتنا إياها بنعمتك. رجع يا رب الإنسانية لكل حكام هالعالم ليختبروا حبك ورحمتك ويعيشوا لخدمة الآخر، هديهم بنورك المقدس. نرفع لك وطننا اللي عم بيتجرح بسكاكين الحقد واللامبالاة والمصالح الشخصية ومن الأوبئة والأمراض والفساد. باركوا يا رب ومنحوا السلام، واعطي نعمة الشفاء لكل مريض. خلي وطننا يرجع يقوم أيام جديدة. بشفاعة أمنا مريم العذراء والقديس شربل نسألك يا رب. يا رب استجب، استجب لنا. لتكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن به. يا رب أنت ضمانتنا الوحيدة، علمنا نعيش كلمتك اللي بتحيي ونعيش باستعداد للقائك بإيمان ورجاء ومحبة. ما تسمح نغرق بهالعالم المريض بالحقد والأنانية والتسلط وننسيك ونعبد العطية ويغيب عنا العاطي، وهيك نخسر الحياة الأبدية. ساعدنا وما تسمح إلا محبة ومصالحة ووداعة، فنقدر نوقف قدامك بدون ما نخجل منك ولا تخجل فينا. خلينا نكون مليانين منك وهيك منستحق الحياة الأبدية. بشفاعة القديس شربل والقديسة ريتا نسألك يا رب. يا رب استجب، استجب لنا. نصلي على نية كل اللي ائتمنتن لخدمة كنيستك من مكرسين ومكرسات، رهبان وراهبات. أعطيهم يا رب حسن التدبير ليكونوا قدوة بالمحبة، مثال بالتواضع، منارة تهدي شعبك لمينا الأمان. قويهم بكلمتك ليبقوا شاهدين لروح المحبة ويكونوا صورة عنك أنت المعلم الحقيقي. منصلي على نية عائلتنا، عائلة مار شربل. ملينا يا رب من أنوار نعمك لنلتمس حضورك كل يوم بحياتنا. قوي إيماننا فيك لنلتزم بمسيرتنا معك للنهاية. بمحبتك إلنا نتخطى كل مشاكلنا وصعوباتنا بقلب عالمنا. بشفاعة أمنا مريم العذراء بي عائلتنا ما شربل جميع القديسين نسألك يا رب. يا رب استجب، استجب لنا. نصلي مع قداسة البابا فرانسيس على نية كل الشمامسة حتى يكونوا من خلال أمانتهم وموهبتهم بخدمة الكلمة والفقراء علامة تجدد الحياة بالكنيسة. بشفاعة البابا القديس يوحنا بولس الثاني نسألك يا رب. يا رب استجب، استجب لنا. بهالمسا المبارك يا رب وبقلب العواصف والأزمات اللي عم نعيشها، عندك وحدك منحط همومنا وأفكارنا، تعبنا وقلقنا، خوفنا على مستقبلنا ومستقبل ولادنا ووطننا. نحن عارفين وواثقين إنك رح تملينا من نعمك، واثقين إنك حاضر وسهران ورح تفتقد جبلتك وترجع النور عقلب ظلام هالعالم. نرفع لك يا رب عيالنا حتى على مثال القديسة ريتا يكونوا واعيين على حضورك وتكون أنت المدماك وأساس بيتهم. داوي جراح كل عائلة مفككة لترجع لحضيرتك وتصير القداسة مشروع الوحيد. كن يا رب سند لكل فقير ومهمش ومشرد، زراع الرجاء بقلب كل حزين ومضطهد ومهجر. دبر يا رب كل جوعان وعطشان وبردان، أنت يا رب ضمانتنا الوحيدة بقلب هالعالم.
كل هالنوايا ونوايا قلوبنا المخباية نرفع لك ياهن يا رب بشفاعة القديسة ريتا، شفاعة الأمور المستحيلة، نسألك يا رب. يا رب استجب، استجب لنا. أنت يا رب حملت ألامنا وحولتهم لألام خلاصية، من سلمك الليلة كل مرضانا، حول ألامهم لخبز ولخمر يتقدموا على مذبح العالم لخلاصهم وخلاصنا. ناخد لحظة صمت منذكر فيها مرضانا. بشفاعة القديسة ريتا ومار شربل نسألك يا رب. يا رب استجب، استجب لنا. مع كل شخص ترك هالدنيا وانتقل لعندك منصلي، اغفر لهم يا رب، ادخلهم فرحك وما تسمح انه حدا يموت الموت التاني، بل معك يحيوا بفرح أبدي. ناخد لحظة صمت ومنذكر فيها موتانا. بشفاعة أبنا مريم والقديسة ريتا نحمل لك يا رب كل اللي تعب علينا، على بيوتنا، على عيالنا، على رعيتنا، على عيلة مار شربل وصاروا عندك، مع كل الأنفس المنقطعة ما في حدا يذكرها والأنفس المطهرية، عملهم برحمتك، استقبلهم بحبك، سكنهم في أقدارك غافراً خطايانا وخطاياهم. ارح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس، الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. حملاً صار لنفسه حبراً مقرباً، لتكن يا رب طلبتنا بخوراً نقدمها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. اللهم الآب قابل الصلوات ومستجيب الطلبات، يا من علمتنا بابنك الحبيب أن نقوم أمامك، أعطنا أن نهتف إليك بنفس طاهرة وضمير نقي، ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين. نجينا يا رب من كل التجارب ومن أذى الشرير، لأنك أنت القادر على كل شيء، وإليك نرفع المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم وما روحك. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر
وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناول واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب المنحنين أمامك بنعمتك ومراحمك الوافرة، وأهلنا للاشتراك في أسرارك المحية والاختلاط بجموع قديسيك، فنرفع معهم المجد إليك وإلى ابنك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. أنا أؤمن إيمانا ثابتا يا يسوع مخلصي بأنك موجود في سر الإفخارستية، وأحبك فوق كل شيء، وأتوق إلى وجودك في قلبي، ومن حيث أني الآن لا أقدر أن أتناولك سريا وحقيقة، فهلم إلى قلبي بنوع روحي قل ما يكون. وإذ أني أتصورك قد جئت إلي، فأنا أعتنقك وأتحد فيك بجملتي، طالبا منك أن لا تسمح بأن أنفصل عنك فيما بعد. آمين. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف التسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب، يا حنون يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا. بعد ما تشاركنا بأسرارك المقدسة الطاهرة، نحن الغير مستحقين أنه نقرب من مجدك، لأننا خاطين ومجبولين بالخطية، ما منقدر إلا أنه نشكرك يا الله على كل عطاياك. أيها الآب الضابط الكل، منشكرك على نعمة الحياة اللي سمحت لنا نعيشها بابنك يسوع المسيح، وننال التبني ميراث الحياة الأبدية. منشكرك يا يسوع ابن الله الوحيد على ذبيحتك على الصليب وعلى دمك الطاهر اللي غسل كل خطايانا، وعطيتنا نورك اللي منعاين فيه النور. نشكرك أيها الروح القدس المعزي والمعطي المواهب، وخاصة موهبة الإيمان والقوة بهالزمن الصعب، حتى ما تركع ركابنا لسيد هيدا العالم. نعدك أيها الثالوث القدوس أنه نكمل مسيرة الجهاد مثابرين على الصلاة والمشاركة وكسر الخبز، طالبين منك برجاء الأبناء
الرحمة وغفران الخطايا، مصدقين وعودك وعايشين بنور قيامتك. إلك المجد يا الله من هلأ وللأبد. آمين. المجد لله ديما لله. كمان قبل البركة الأخيرة هيدا للمرة الثالثة بهالقداس، كمان هيك وصية بي عائلتنا بمرأة شربل بيقول: حياة ما بتحرز تموت كرمالها، ما بتحرز تعيش كرمالها. مزبوط ولا لا؟ صح. ومن له أذنان سامعتان فليسمع. اربطوا هالجملة بالوعظة، بتصور لازم يكون وصلت الرسالة. شو حلو نموت مع وكرمال يسوع الحياة، فيعطينا الحياة الحقيقية اللي بتبقى للأبد. والله يبارككم. يا إخوتي وأحبائي المباركين، امضوا إلى منازلكم بالسلام الأمين، والنعمة التي وهبت لي توهب لكم في كل حين، وتحرسكم من كل شر مبين، البنات منكم والبنين الحاضرين مع الغائبين، ورحمته تشمل الأحياء مع الأموات المؤمنين الموسومين برزم الصليب القاهر الأمين. وأنا العبد الخاطئ المسكين الذي أرجو غفران الخطايا قبل يوم الدين، لازال بصلواتكم أستعين، ورحمة الله تعمنا وإياكم أجمعين. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين. مع أنه اشتقت لكم كثير، بس عن جد حضوركم بقلبي عم بيعود. إن شاء الله بوقت كثير قريب بلتقي بوجوهكم الحلوة. الله يبارككم، ونهاية أسبوع مبارك وينعاد على الجميع، وخصوصي كل اللي حاملين اسم ريتا بيناتنا. عقبال كل سنة. ولك